شو عم يصير هون؟ مو مسموح بهيك شيء بمركز الشرطة. لا تاكل هم حضرة المحقق، لأنه أكيد رح تعاقبها المحكمة. لو كان الأمر بإيدي أنا ما كنت رح خليها تروح بكف واحد بس. نيف مجرد طفل صغير، ليش كان بدك يا يموت؟ فهميني، قولي لي يا ترى هو شو عامل لك؟ أنت أكيد ما ضل براسك عقل ما هيك؟ كان ممكن سامحك على اللي عملتي لو أنك أذيتيني لإلي أنا، بس هلأ أنا مستحيل سامحك. أنت نسيتي أنه أنا وقفت معك وأني كمان ساعدتك؟ أنا بعرف أنه أنت كتير مزعوجة وحقك. أنا رح ضل أتذكر ليش ضربتيني، ما رح أنسى اللي صار أبداً. وهلأ ما عندي شي تاني، خدوني لجوا. سيادة المحقق رجاءً دقيقة واحدة بس. بابا أنت ما تقول ولا كلمة، وكرمالي لا تطلب مساعدة من أي حدا. اعتقلوني وهي معركتي. أنا بوصلك على المستشفى، بس بدي أمرق على البيت بالأول. مو مشكلة. بالإذن. إذنك ما. أنا مستحيل إني سامحك. أنت نسيتي إنه أنا وقفت معك وإني كمان ساعدتك؟ قلتي قبل شوي إنك ساعدتيها لأرشي، طيب كيف؟ شوريا أنا اليوم رحت معك. أيوة أنا كمان. انت رحت وشفته؟ طيب في مشكله كبيره. شو هي المشكله؟ ظهر دليل جديد عنا بيتعلق بحادث نيف. دليل جديد؟ ايه، لما نيف تعرض لحادث ارشي كان في عنده مريض موجود بعيادتها. هذا شيء مستحيل لانه ارشي. بس يا شوريا انا حكيت مع المريض واكد لي انه هو كان موجود بهذا الوقت مع ارشي بالعياده. صدقني ليك شوف، وهي الوصفه الطبيه صورها وبعت لي اياها على التليفون، عليها تاريخ وحتى أرشي موقع عليها. بس ما حدا بيقدر يكون بمكانين سوا. أنا كيف هيك؟ بتكون دفعت للشاب من شان يحكي هيك قدامنا. محتمل إنه يكون هالشي، لهيك أنا طلبت نسخة من كاميرات المراقبة بعيادة أرشي. نتحقق وبنعرف الحقيقة وقتها. صدقني حضرة المحامي، أرشي ورا القصة. شوريا لسه في شغلة كمان. شو هي؟ امشي، في عنا كتير شغل. ايه استاذ، هات تليفونك، انا لقيته جوا جنب الخزانة. الو، ليش هالمكالمة من المخبر؟ لا لا انا جاي فورا، ما رح طول. انا لازم روح، الموضوع كتير مهم. شوفك بعدين. خلص روح انت، روح انت على البيت وبعدين انا بروح على المشفى. ماشي. طيب ماشي، بشوفك بعدين. نيف كيف وضعه هلا؟ متضايقه عليه. المشفى عم تحترق، صار انفجار فوق، اتصل بالاطفائيه، الناس محاصرين فوق. شو هاد؟ المخبر والجناح اللي جنبه عم يحترقوا. نيفو مهيك هون. حلو، حبيت هالشي. مهيك هلا رح تحترق وحب شوريا رح يموت معها كمان. نيف 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 تعال ساعديني امي، كيف رح نطلع؟ امي ساعديني، امي طفي الحريق. ماما ساعديني. اقعد هون حبيبي. ماما ساعديني، انا خايف، انا خايف كثير. ماما لا تبكي حبيبي، انا رح ساوي اي شيء وما رح خلي حدا يأذيك. انا معك. ساعديني يلا يا شباب، لا حدا يطلع. يلا يا شباب. شو بدي اعمل؟
ما حدا رح يجي يساعدنا ماما؟ لا يا نيف، أنا معك حبيبي، رح نكون بخير. بترجاكم ساعدونا، نحن متحاصرين، رجاء ساعدونا. بعده هيك، يلا بعده هيك. ساعدونا ساعدونا. ما هيك، رجعي لورا. कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। طلع لك شوف انقذ امه للولد. خلص ارجعوا لورا. شو هالصور هي؟ انا بتذكر اني تحاصرت معه بحريق من قبل، اكيد كان في حريق، هو اللي انقذني بنفس الطريقه. شو اللي عم تذكره؟ الشغلات مزبوطة. ما هيك، شو القصة؟ أنت منيحة؟ ما هيك؟ ما هيك، شو المشكلة؟ نيف 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 نيف، وينه نيف؟ نيف نيف ابني وينه؟
مهك مهك نيف بخير رح يجي بعد شوي. نيف تعرض لصدمة بسبب الحريق بس هو بخير هلأ، فيكن تأخذوه على البيت، هو تعبان شوي بس رح يتحسن قريبا. ارجعي لي لورا لو سمحت. امي نيف شو ما عم تفهمي علي؟ عم قلك ارجعي لورا بقى. خلصيني انت منيح؟ ايه امي انا منيح. لو سمحتي اذا بتريدي اخي بدنا نعرف شو عم يصير. شكرا لكم، علمتني امي اني احضن واشكر اي حدا بيساعدني، وانا كثير بشكركم لانكم ساعدتوني وانقذتوا حياتي. كثير حلو. خلصنا بقى، عم نقول ارجعوا لورا. شوفي مهيك انت منيحة؟ يا بطل نزلني خليني امشي. الغرفة كلها شعلت، كنا انا وامي محاصرين جوا، شو كان صار لو ما انت انقذتنا؟ هالشي مستحيل يصير وانا عايش، انتو دائما رح تكونوا بخير، تأكد من هالشي، انا بوعدك نيف. ماما انت لازم تشكري لهذا البطل. هو انقذك مثل البطل وحملك من هنيك وما خلاك تموتي. نيف خلينا نمشي يلا، لازم نرتاح. يلا يلا حبيبي يلا. شوريا شفنا الاخبار، كنا رايحين على المشفى هلا. انتو بخير؟ طمنوني عنكن. المهم انتو بخير، كله تمام. انتو بتعرفوا؟ رح قلكن كيف البطل اجا وانقذنا. هو دفش الباب يلي مسكر وفات لعنا، بعدين هو طالعني من الغرفة وبعد حمل امي بين ايده وطالع على برا كمان. نيف يلا خلينا نمشي. استني امي، مو انتي علمتيني ان يشكر اي حدا بيقدم لنا المساعده بيوقف جنبنا، وهذا هو البطل يلي ساعدنا. طيب انتي ليش ما بتشكري هلا؟ نيف يلا خلينا نمشي. يلا ماما لازم تشكري هلا. يلا ماما شكري، لازم تشكرك، انت رفيقي. لا امك ما لازم تعمل هيك، بكفي بقى. لا انا رح بلش، شوفي كيف عم اشكره. شكرا يا بطل لانك انقذتني انا وامي. يلا ماما هلا صار دورك، مو انا شكرته وانت كمان. يلا شكري. يلا يا امي يلا شكري. يلا ماما. قوليها ماما. شكرا ليلى. شكرا يا بطل، انت انقذت حياتي انا وامي اليوم.
يا خالتي شو قالت لك؟ جهزوا ما هيك مبارح؟ بس أول شي وعدني إنه ما تحس بالإحباط وإنك رح تضل تحاول. خالتي أنا فشلي دائما بيحفزني لأرجع حاول. ما في شي خطير، هي رشحت مبارح وجدت تاخذ أدوية من عندي. خالتي برجع بتصل فيكي بعد شوي. سلام. انت شو عم تساوي؟ بس يعني ما بتعرفي تنتبهي؟ اعطيني كركم. اذا مشتاقه لنيف فيكي تروحي، بس لا تكوني مهمله بهالطريقه. ما هيك انتي منيحة؟ أنا مزعوجة شوي بعد اللي صار مبارح. روحي على البيت وارتاحي لك شوي، بكرة مهم ولازم تكوني هون بكير، كوني على الموعد، رح نروح على مكان مهم كتير. شو قلت؟ لوين رايحين؟ رح نروح ونسجل حالنا لنحضر حفل العيد السنوي، اللي بيفوز بهالحفل رح ياخد العقد. لا، أنا ما فيني أترك عيلتي وإجي معك أبداً، أنا واجهت كتير مشاكل لأني عم أشتغل عندك هون وما بدي يتفاقم الوضع معي أكتر من هيك. بترشاك أنت ساعدتني بتبرعك بالدم وأنقذت حياتي كمان، بس أنا ما فيني أطلع معك لحالي. بترشاك لا تخلي الأمور صعبة علي أكتر من هيك. كوني ممنونة للي عملته من شانك بالأول، ما بدي أسمع كلامك الفاضي هلأ. خليني ذكرك أنك أنت موظفة عندي وما عندك الحق أنك تخبريني شو أعمل. تتذكري أنك وقعتي عقد؟ أنت هلأ مضطرة تلتزمي بأوامري لمدة شهر كامل. كوني جاهزة الساعة 6 الصبح بكرة. ماشي، إذا الشغلة هيك معناتها رح لاقي شي طريقة، لأنك عم تضغط علي، عم تضغط علي بكل شي وأنا ما بدي أشتغل معك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.